بالأمس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن. في القدس رجالا أوفياء نبوءاتهم وتضحياتهم اقتباسات من دماء الشهداء وآهات الأسرى وآهات الجرحى. نعم أهل المرابطين حول القدس وأسوار القدس وأقنام القدس وفي أزقة القدس. نعم جانا اليوم لنقول لكم أننا معكم صامدين مرابطين واقفين شامخون لقضيتنا وربنا وبوصلتنا وقبلتنا. ستبقى القدس في الوجدان لن نعيد عنها. نعم هي قبلتنا وأعتقد قضيتنا. نعم سنذهب للقدس حجيجا، سنذهب للقدس مدافعيا. نعم جئنا لنقول كلمتنا أننا لن نعيد عن الدرب وسنبقى في مقدمة المدافعين عن عروبة وإسلامية وفلسطينية قدسنا. نعم هو الشريان النابض فينا، هي تضحيات الشهداء، هي إلى القبلتين. أما الآن أترككم مع كلمة القوى الوطنية والإسلامية وكافة الفعاليات يلقيها علينا الأخ دكتور فارس، فليتفضل مشكورا. أيها المناضلات، أيها المناضلون، القدس تنادي في محطة كفاحية جهادية جديدة. ففي كل يوم نحن على موعد مع مفاجآت يصنعها أبناء القدس العظيمة. وقت كثير مضى وقد هزم أهالي القدس الصامدون الصابرون المرابطون معركة البوابات، فهزم نتنياهو وانتصرت القدس. والآن فإن العدو الصهيوني يظن أن بوسعه من خلال استخدام جيشه وشرطته وقطعان مستوطنيه أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر كسر إرادة المقدسيين. ولكننا رأينا بأمي عيننا تلك البطولات التي يسجلها شباب القدس من مسافة الصفر مع المستوطنين ومع الشرطة ومع الجيش، يقاتلون قتال المؤمنين دفاعا عن أولى القبلتين وذلك الحرمين الشريفين، مصر النبي محمد ومولد السيد المسيح. أيها الإخوة، إننا مدعوون جميعا خلال الأيام القادمة التي سيعلن من خلالها عن فعالية الزحف نحو القدس. سنزحف من هنا من رام الله بعشرات الآلاف نحو القدس انتصارا للمدينة بتاريخها وبكل المعاني والدلالات التي تمثلها عاصمتنا الأبدية في قلوبنا وفي عقولنا وفي وجداننا. القدس تنادي رفح، القدس تنادي نابلس، القدس تنادي بيت حنون، القدس تنادي جنين، القدس تنادي خان يونس، القدس تنادي قلقيليا وتركيا وسلفيت، القدس تنادي البريج، القدس تنادي جباليا.
تنادي الخليل وتنادي بيت لحم، كلنا يجب أن نهب في هذه المعركة التي ستكون بإذن الله معركة منتصرة. القدس كانت السبب الرئيسي في تفجر انتفاضة الأقصى، هذه الانتفاضة التي يجب أن تكون الآن الحلقة الجديدة من انتفاضة جديدة في وجه هذا العدو المجرم. يجب أن تكون موجة وراء موجة حتى دهر هذا العدو، هذا الاحتلال العنصري. لنتكاتف، لنتماسك، لنهشد في داخلنا كل الروح المتحفزة للاصطدام بهذا العدو. إننا أحوج ما نكون في هذه الظروف لتلاحم ووحدة، فالقدس توحدنا جميعا في كل الفصائل، مسلمين ومسيحيين، توحد أحرار العالم. العالم معكم، ومعركتنا على الصعيد العالمي محسومة، بقي أن نحسمها هنا على الأرض. لبيكم أهلنا في القدس، لبيكم أهلنا في القدس. سنكون معكم وإلى جانبكم ومن خلفكم حتى نحقق معا مبتغانا. فالقدس لنا كانت وستبقى للأزل عاصمة دولة فلسطين. أحييكم أيها الأخوات أيها الإخوة على تلبيتكم هذه الدعوة التي جاءت على عجل، لكن القدس أكبر بكثير من أن يشارك فيها نفر قليل من أبناء الشعب الفلسطيني. القدس يجب أن تحضر الآلاف، فبعد الصلاة نحن في رمضان. الجهاد عبادة، بل أن الجهاد هو سلام الدين. يجب أن نصلي ونصوم ونجاهد من أجل القدس. هذا شهر الجهاد، هذا شهر القتال، فليكن ما تبقى من رمضان أيام عز ووقفة كفاح انتصارا للقدس وأهلها. والآن أيها الإخوة، لنسير في هذه المسيرة التي هي بداية سلسلة من الفعاليات التي يجب أن تكون أكبر وأوسع في المخيمات، في المدن، في القرى، لتكون هذه الانتفاضة واسعة في كل مكان في وجه هذا العدو المجرم العنصري الغاشم. وأيها الإخوة، لتنطلق المسيرة، وألف تحية، والمجد كل المجد يركع أمام المقدسيين. المجد للشهداء، والحرية للأسرى، والنصر لشعب فلسطين.